ما زال جذاباً رغم تقدم سنه. لا نتكلم هنا عن شخص ما، بل عن كريستال باكاغا الذي يقارب عمره 170 عاماً ويعد من أهم المنتجات المنزلية الفرنسية. سكي أتيرون avec cette forme de verre. Elle a traversé toutes les époques des styles, évolution stylistique, des changements de mode, de dresser une table. C'est vraiment un grand classique qui se démode jamais. أقيم معرض للكريستال في باريس ليروي قصة هذا الزجاج الثمين المتقن الصنع والبسيط المظهر في آن. استخدم وما زال يستخدم على أكبر موائد قصور العالم كمائدة قصر فرساي والإليزي. عرف عام 1841 أثناء حكم الملك لويس فيليب، وأول من استخدمه على مائدته كان الأمبراطور نابليون الثالث. Également présent sur des tables de réception de l'hôtel Matignon. يمكن لزائري المعرض مشاهدة تطور هذا الكريستال عبر لمسات كبار مصمميه كفيليب ستارك الذي أعاد صياغته بلمسة عصرية مع مراعاة الحفاظ على تاريخه. فصمم ستارك كؤوس الكريستال الأسود، وقام مصممون آخرون بالإبداع في تغيير شكله وحجمه. Cette forme de verre a tellement inspiré des designers et créateurs à toutes les époques que vous avez vraiment une grande joie de découvrir quels différents types de formes ce verre a pu prendre. El cristal Bacará es conocido mundialmente. Ay, preciosa, preciosa, me gustó todo. I think it's beautiful. I've been here before and they changed the objects and they're absolutely wonderful. إضافة إلى استخداماتها على كبرى الموائد، تمت الاستفادة من هذه الكؤوس لأغراض عدة، كقلبها مثلا لكي تصبح حاملة شموع، أو إغلاقها لتصبح ساعة رملية. ليث بزاري، العربية، باريس.